عبد الله بن الإمام أحمد عندما رأى والده في عناء قال: أبتاه متى الراحة؟ قال: الراحة عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا ونستقبل ونخطو أول خطوة إلى جنات النعيم. الراحة هناك، واللي يبحث عن الراحة في غير لقاء الله وفي غير طاعة الله مسكين، نقول له مسكين، الرقم غلط. ولذلك الدنيا لابد إذا حلت أنت، من الذي ما قبر غال؟ اليوم معنا من مات رحمه الله رحمة واسعة، رجل وامرأة، أسأل الله أن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنات، اللهم آمين. ذهبوا وسيذهب الذين عزوهم، سنعزي أولئك، وسيعزى فينا بعد أعوام أو أيام أو ساعات، ما فيه دنيا كاملة. الموت سيلحق كل نعمة، وإذا ذكرت الموت تكدر كثير من صفو الحياة، ولا بد يتكدر إلا عباد الله المتقين، فإنهم يحبون لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من منا لم يمرض؟ من منا ما فقد العافية؟ من اللي منا ما يأكل حبوب سكر بعد 40 و50، وكوليسترول وضغط، وعيال عليه يقلقونه، وزوجة تتغير أخلاقها، وديون تلحقه، وهموم، وبدن يتعب، وحزن يدخل؟ لابد أن تحتسب هذا كله، وإلا يا طول ليلك يا أبو فلان، ليل طويل ما فهمت الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم علمهم الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف يتعاملون مع الدنيا، أن يقتحموا العقبات في الدنيا بماذا؟ بفك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو أنهم يتواصون بالمرحمة، أو يتواصون بالصبر. وهذا اللي يجعل العبد يسير إلى الله وهو هانئ ومطمئن النفس، أنه يعرف أن اللي يفقده في الدنيا ويحتسبه وهناك في الآخرة يجده عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك أحبابي، دعوة إلى أن نفهم أن الله أقسم جل وعلا أننا خلقنا في كبد. طيب لماذا يخلقنا في كبد؟ لماذا العناء؟ لماذا الهم؟ لماذا الجوع؟ لماذا الفقر؟ لماذا المرض؟ لماذا الموت؟ لماذا الآلام؟ حتى لا تركن يا عبد الله للفانية وتنسى الباقية، حتى لا تبقى هنا تحرث وتزرع وتعمر وتقض وناسنا الآخرة، حتى لا تنسى الله. أنساهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. البعض منا شيبت لحيته وشيبت عيونه، وكل همه يبني يعمر يحفر يصب يقض. يا مسلم، أنت ستتركها بعد 100 عام من اليوم، ما واحد منا في المسجد موجود، واللي متجاوز 40 ما في أمل، ولا 30 قادمة، ولا 70 قادمة، ولا 40، والعلم عند الله، سنلقى الله. لذلك آلام الدنيا هي التي توصلك إلى جنان الجنة. يقول بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لقدمنا إلى الله مفاليس. لولا أن الله يصيب العبد في بدنه وفي ولده وفي ماله وفي من أحبه ويحتسبه ويصبر على الألم وعلى الحزن، وإلا ما الذي يوصلنا إلى الجنة؟ الجنة إذا دخلنا الجنة، أسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، أن العبد إذا وصل إلى الجنة، إذا وصل إلى الجنة أحبابي دخلت الملائكة تبشره. وأكبر سبب أوصلك للجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك أقول للمريض يلي تأخذ إبرة وتأخذ علاج، أو ذاك المريض الذي يقلبونه على الفراش، احتسب الآلام، واحتسب الأنين، واحتسب التعب، واحتسب الحمى، فوالله إنها تكفر الذنب. بعض المرضى على سرير المرض من أعوام طوال ما ماتوا، ولا هم مع الأحياء يدرجون. أتدرون لماذا؟ إن كانوا من المحتسبين لهم منازل عند الله في جنات النعيم لم يبلغوها بعد، إذا بلغوها قبض الله أرواحهم، وصار النوم على السرير هو أحد أسباب الثبات على الصراط يوم القيامة.